بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الطالب في عزيزة الطالب في مدرسة الزهراء، إذا عندنا الأهلية اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح ننتقل إلى الحصة الثانية من حل المتباينة الخطية بمتغيرين. هلا أخذنا في الحصة السابقة عزيز الطالب عزيزة الطالبة، إذا كان عندنا زوج مرتب مثلا اكس واي، إذا كنا نحكي إنه هذا الزوج المرتب اكس واي يحقق المتباينة عن طريق تعويض قيمة اكس وقيمة واي، واللي إذا طبعا إذا خلى إذا هذه المتباينة صحيحة. بينما إذا عوضنا في المتباينة وكانت المتباينة خاطئة، إذا لا نحكي إنه هذا الزوج المرتب يمثل إلى حل هذه المتباينة. في هذه الحصة إن شاء الله تعالى راح نتعلم كيف نمثل منطقة الحل، كيف نمثل منطقة حل المتباينة إذا عندنا الخطية، إذا على المستوى الإحداثي. أنا شو بنعمل؟ نرسم اللي هو عندنا محورين زي ما بنعرف عزيز الطالب، اللي هو بنسميه اللي هو عندنا هذا ممكن نسميه اللي بسموه محور إكس، أو إذا هاي عندنا إكس، بينما المحور الصالي أو المحور العمودي إذا شو نسميه عندنا زي ما نعرف سابقا اللي هو المحور اللي هو عندنا واي. وبنجزئ طبعا لازم تكون مسافات إذا عندنا إذا على المحاور متساوية. إذا ممكن الآن إذا عندنا نجزئ 1 2 3 4 5، ممكن مثلا 2 4 6 8 10، ممكن 5 10 15 إلى آخره، حسب الشيء اللي هو حسب القيم اللي بتنتج معنا من خلال إذا عندنا الرسم. هلا في عندنا مثال معطينا إياه، بقول لنا مثل بيانيا إذا عندنا المتباينة الخطية اللي هي عندنا 2x + 3y إذا أقل من إيش عندي؟ أقل من 6. هلا عزيز الطالب شو بدي أعمل الآن؟ أول خطوة إذا شو بدي أساوي؟ إذا بحول المتباينة إلى متباينة، بحول المتباينة إلى معادلة. إذا هذه أول إذا عندنا خطوة. إذا حتى أرسم إذا عندنا مستقيم، طبعا إذا حولت المتباين هنا إلى مستقيم إلى مساواة، إذا بصير عندنا المتباينة على شكل إيش هون عندنا؟ على شكل معادلة. وبالتالي إذا بدي أرسم، طبعا ليش بدي أعمل هيك؟ مشان أرسم اللي هو عندنا اللي هو المستقيم اللي هو بسموه المستقيم الحدودي. ايش يعني المستقيم الحدودي؟ اللي هو عندنا المستقيم اللي بفصل منطقة الحل عن منطقة مش حل للمتباينة. إذا عندنا إذا المستقيم الحدودي إذا هو يعتبر فاصل بين اللي هو عندنا منطقة الحلول بسموه منطقة الحلول الممكنة، وكمان والأجزاء اللي ما بتمثل اللي هو عندنا حل هذه المتباينة. طبعا كل هذا راح يتوضح من خلال إذا حل إذا هذا اللي هو عندنا المثال. إذا حل هذا إذا عزيز الطالب إذا هذا المثال. إذا أول خطوة إذا شو بدي أعمل؟ إذا حكينا إذا هاي عندنا الحل، إذا هاي عندنا الحل. أول شيء إذا بحول إذا عندنا المتباينة، إذا بحول الآن بحول إشارة المتباينة إلى معادلة، يعني بتصير عندنا هون 2x، إذا عندنا 2x هاي 2x زائد إذا عندنا 3y، 3 إذا عندنا y، إذا شو تساوي هون عندي؟ إذا تساوي إذا 6. إذا لاحظ إذا عزيز الطالب إذا حولنا إشارة المتباينة من أقل إلى إيش عندنا؟ مساواة. ليش يا أستاذ؟ حتى إذا نرسم اللي هو بسميه المستقيم الحدودي، إذا زي ما حكينا راح نوضحه الآن، اللي هو بفصل بين الحلول الممكنة وكمان الأجزاء اللي هي لا تمثل منطقة إذا عندنا الحل. هلا الآن شو بدي أعمل؟ بدي أرسم إذا هذا، طبعا هاي معادلة اللي هو هذا الخط مستقيم، زي ما بنعرف عزيز الطالب حتى نرسم إذا هذا المستقيم بدنا نقطتين. بعمل جدول بسيط إذا بهذا الشكل، إذا نعمل إذا عندنا جدول. ممكن إذا الآن نعمل جدول بسيط بهذه الصورة، وبنعين عليه إذا هاي عندنا إكس، وهون عندنا اللي هي إف، اللي هي عندنا إكس، وهون عندنا كمان عفوا اللي هي واي. إذا إكس وكمان عندنا واي. هلا الآن يفضل إذا بنقدر الآن، طبعا هون بنقدر ناخذ أي نقطتين ما في عندي مشكلة، بس يفضل إنه إذا بنقدر له نوجد نقاط بسموه نقاط التقاطع مع محور السينات،
نقاط التقاطع بعضها سينات، نقاط التقاطع بعضها الصادات. يعني بمعنى انه مرة بختار اللي هو عندنا اكس زيرو، ومرة بختار واي كمان اذا عندنا زيرو، وبستنتج الان قديش قيمة اكس وقديش قيمة واي. اذا كانت اذا عندنا اكس تساوي صفر كم قيمة واي، واذا كانت واي تساوي صفر قديش اذا عندنا قيمة اللي هو عندنا قيمة اكس. الان اذا عندنا المعادلة، اذا هاي عندنا اثنين، هاي اثنين، وبنضع محل اكس قديش هون عزيز الطالب اللي هي عندنا صفر، هاي صفر، زائد اذا عندنا ثلاثة واي، هاي ثلاثة اللي هو عندنا واي يساوي كم هون عندي، يساوي اللي هو عندنا ستة. طبعا اثنين ضرب صفر بده يعطينا صفر، صفر زائد ثلاثة واي يعني ثلاثة، اذا عندنا واي اذا عزيز الطالب تساوي ستة. الان حتى نخلص من الثلاثة شو بدي اعمل؟ دائما عكس الضرب اللي هو القسمة، بقسم اذا هون على ثلاثة وبقسم هنا على ثلاثة. اذا صارت الان الان ثلاثة مع ثلاثة بتروح، اذا صار عندنا هنا واي تساوي اللي هو عندنا اثنين. اذا قديش قيمة واي؟ اذا واي تساوي اثنين. اذا وبثبتها اذا هذا في اللي هو عندنا الجدول اللي عملناه، اذا صار عندنا هنا صفر وايش كمان عندنا اثنين. هلا الان راح ناخذ العكس، اذا كانت اذا هنا عندنا اذا كانت عندنا هنا واي تساوي صفر، اذا عندنا واي تساوي صفر، واي تساوي صفر، اذا نعوض اذا الواي اذا عندنا في المعادله، يعني صير عندنا هنا 2 اكس، هاي 2 اكس، زائد اذا عندنا 3، هاي 3 مضروبه في صفر، اذا مضروبه في صفر اذا يساوي اللي هو عندنا اللي هي الستة. الان طبعا 3 ضرب صفر بده يعطينا صفر، اذا ضل عندنا هون 2 اكس، يعني 2 اكس، اذا 2 اكس تساوي 6، إذا بنقسم الطرفين على اثنين وكمان إذا هنا على اثنين. إذا بمعنى إنه هون عندنا الإكس تساوي، إذا الإكس شو تساوي؟ تساوي اللي هي عندنا ثلاث. إذا الإكس قديش تساوي عجز الطالب؟ إذا تساوي عندنا ثلاث. إذا صارت إذا عندنا إذا الأزواج المرتبة، إذا عندنا الأزواج إذا عندنا المرتبة، صار في عندنا زوجين مرتبين اللي هم عندنا الزوج الأول اللي هو عبارة عن صفر واثنين، هاي عندنا صفر فاصلة اللي هو عندنا اثنين، والزوج المرتب الثاني الآن ممكن مثله اللي بعين لي اللي هو المستقيم الحدودي ثلاثة، وإيش هون عندي؟ ثلاثة وصفر، إذا ثلاثة إذا عندنا وصفر. الآن شو بنعمل إذا عزيزي الطالب؟ بيجي على المستوى البياني اللي خططناه سابقا، بنعين النقطة اللي هي عندنا صفر واثنين. هلا لما نحكي صفر واثنين، إذا هذه صفر وهاي عندنا اثنين، ناخذ إلى اللون الثاني، إذا صفر هاي صفر على محور السينات، وبعدين بطلع إلى الأعلى، إذا عندنا كم خطوة؟ إذا خطوتين بهذا الشكل، وبحط اللي هو عندنا الإشارة، إذا إشارة الضرب اللي بمتعادة أو إشارة الإكس. الآن كمان إيش بنعمل الآن؟ نعين كمان النقطة الثانية اللي هي ثلاثة وصفر، يعني بدي أمشي على محور السينات ثلاث خطوات، وبعدين لا بدي أطلع ولا بدي أنزل، إذا بكون عندنا بهبط كمان هاي النقطة الثانية. وبعدين شو بعمل؟ إذا بجيب الآن المسطرة، إذا عندنا المسطرة، بوصل بيناتهم اذا عزيز الطالب، بوصل بيناتهم بخط اللي هو عندنا مستقيم، اذا بوصل بيناتهم اذا عندنا في خط، اذا عندنا خط مستقيم، اذا عندنا بهذا الشكل، اذا هاي عندنا وكون اذا وصلنا بين النقطتين اللي عيناهم، إذا عندنا هذا هو المستقيم اللي هو بسموه المستقيم الحدودي. إذا المستقيم، إذا عندنا الحدودي، ليش يسموه المستقيم الحدودي؟ لأنه بفصل بين الآن احنا الآن زي ما نعرف الآن بين منطقة الحل الحلول الممكنة والجزء كمان اللي بيمثل ليست منطقة الحلول اللي هو عندنا الممكنة.
الآن بعد ما رسمنا إذن هذا المستقيم، بعد ما رسمنا إذن هذا المستقيم، بدنا نعين الآن منطقة الحل، هل هي تقع فوق المستقيم الحدودي أو تحت المستقيم الحدودي؟ إذن هذا خلينا نشير لهون، إذن عزيز الطالب، إذن هذا شو بنسميه؟ المستقيم الحدودي. إذن عندنا مشان التوضيح، إذن شو بنسميه هذا؟ المستقيم، إذن عندنا الحدودي، المستقيم الحدودي. هلا ظل عندنا أعين منطقة الحل. هلا كيف بدي أعين منطقة الحل؟ بأخذ إذا عزيز الطالب الآن نقطة تقع اللي هو عندنا نقطة تقع تحت تحت المستقيم الحدودي أو فوق المستقيم الحدودي، وبالتالي الجزء اللي بيخلي طبعا بأخذ فقط اللي هو عندنا زوج مرتب واحد، يعني زوج مرتب واحد بكفي عن كل النقاط اللي بتمثل اللي هو تحت أو فوق اللي هو المستقيم الحدودي. يعني مثلا ممكن اخذ مثلا نقطة 0 و1، هاي النقطة تقع تحت الآن من خلال الرسم عزيز الطالب، إذا هذه 0 و1، ممكن ناخذ مثلا 0 و0 ما في مشكلة، ممكن تاخذ مثلا هون 2 و0، ممكن أهم شيء ايش انا عندي؟ ناخذ إذا زوج مرتب يقع تحت الايش؟ تحت المستقيم، ممكن مثلا سالب 4 و1، ممكن يكون سالب 5 و1 إلى آخره. هذا اللي هو عندنا بالنسبة اللي هو عندنا المستقيم، بالنسبة كيف بدي أمثل اللي هو عندنا أو كيف بدي أعرف وين منطقة الحل. خلينا ناخذ مثلا 0 و1، إذا نفحص الآن 0 و1، لو أخذنا الآن إذا عندنا الزوج المرتب اللي هو 0 و1، هذا عندنا 0 وهذا عندنا هنا 1، هذا مشان نشوف منطقة الحل. اللي صارت إذا هون عندنا إكس تساوي، إذا إكس تساوي 0، وهون عندنا كمان واي، إذا ماذا تساوي؟ إذا واي تساوي اللي هي عندنا 1، إذا واي تساوي اللي هو عندنا تساوي 1. هلا الآن 0 و1 بنعوضها في المتباين، بنرجع للمتباينة. إذا صار عندنا هون 2، إذا عندنا ضرب 0، هاي 2 ضرب 0، زائد اللي هو عندنا زائد اذا 3، اذا 3 واي، 3 واي قديش قيمة واي اللي هي عندنا اخترناها اللي هو حسب الزوج المرتب اللي هي 1. هلا بدنا نشوف الان اذا عندنا هل هذا القيمة هل هي اقل من الستة او اكبر من الستة؟ لا، بنضرب الان 2 ضرب 0 0 و 3 ضرب 1 3، اذا هل الثلاثة إذا عزيز الطالب أقل من اللي هو عندنا 6؟ إذا هل الثلاثة أقل من 6؟ والله أقل، وبالتالي إذا منطقة الحل، إذا وين منطقة الحل؟ إذا عزيز الطالب بدي أمثلها بيانيا، اللي تكون تقع تحت إيش أنا عندي؟ تقع تحت المستقيم. يعني مثلا الآن لو أخذت أي قيمة مثلا 0 و4 عزيز الطالب، هاي ما بتخلي المتباينة صحيحة، ما بتخلي المتباينة صحيحة، وبالتالي المنطقة اللي بيسموه منطقة الحلول الممكنة، كيف بدي أضللها؟ إذا بجيب الآن مثلا هاي من القلم الأصفر، وبكون عندي إذا هاي المنطقة بسموها منطقة الحلول، بنضللها بهذا الشكل، منطقة الحلول إذا عندنا الممكنة، منطقة إذا عندنا الحلول الممكنة، هذه إذا تمثل يعني أي زوج مرتب يقع له تحت اللي هو عندنا يقع تحت اللي هو عندنا يقع تحت اللي هو عندنا المستقيم الحدودي. هلا ظل عندنا نقطة إذا عزيز الطالب، إذا إيش الآن؟ هل المستقيم نفسه يقع الآن عندنا يقع ضمن الحل أم ما بقع ضمن الحل؟ الآن لما بنرجع الآن لإيش هون عندنا عزيز الطالب؟ إلى اللي هو عندنا الإشارة المتباينة. هلا إذا كان إشارة المتباينة في عندها مساواة، إذا بيكون إذا بيكون مساواة، بيكون إذا عندنا الخط المستقيم من ضمن الحلول الممكنة. بينما مثلا هنا إذا عندنا ما في مساواة. الآن إذا المستقيم نفسه هذا اللي رسمناه ما بنتمي إلى مجموعة اللي هو حل المتباينة. كيف بدي أمثله بيانيا؟ شو بدي أعمل الآن؟ لما أرسم المستقيم شو بعمل الآن؟ برسم على خط متقطع، برسمه على شكل إيش عندنا خطوط. إذا على شكل إذا الخط اللي هو عندنا متقطع، يعني بقطعه بهذا الشكل مثلا، هون عندنا هاي عندنا بهذه الصورة، أو بالبداية تقدر ترسمه إذا على شكل اللي هو عندنا خطوط إذا عندنا متقطعة، إذا بمعنى إنه هذا المستقيم
لا ينتمي إلا هو عندنا إلى مجموعة الحل، إذا لا ينتمي إلى مجموعة الحل، بينما نقاطه تنتمي إلى المجموعة اللي هو عندنا الجزء ما بيمثل اللي هو عندنا منطقة إذا عندنا الحل. وبالتالي إذا عزيز الطالب إذا صارت إذا عندنا هون، إذا شو نقدر نشير لهذه المنطقة اللي هي بيسموها منطقة الحلول الممكنة، إذا شو اسم هذه المنطقة؟ إذا منطقة، إذا عندنا منطقة الحلول، إذا عندنا الحلول، إذا عندنا الممكنة، منطقة الحلول اللي هو عندنا الممكنة. هذا عزيز الطالب بالنسبة لو خلينا نقول الفكرة الثانية خلينا نعتبره إذا عندنا للدرس اللي هو كيف بدي الآن أمثل اللي هو عندنا منطقة إذا عندنا الحلول الممكنة للي هو عندنا للمتباين للمتباين. هلا راح ننتقل الآن عزيز الطالب، راح ننتقل الآن إذا عزيز الطالب بنحل كمان إذا عندنا مثال ثاني، إذا بنحل مثال آخر الآن. اللي هو عندنا بحكي لنا اللي هو تحقق، إذا أتحقق من فهمي، خلينا نأخذ المثال كمان مثال اللي هو إذا عندنا هنا أتحقق من فهمي، نناقشه مع بعض. إذا عندنا هنا مثال، أو إذا نحل كمان مثال ثاني، إذا أتحقق، إذا عندنا أتحقق من اللي هو عندنا فهمي، بنشوف إذا فهمانين ولا لا من خلال اللي هو عندنا. إذا شو بقول لنا مثل المتباين الخطية، إذا عندنا مثل، إذا عندنا المتباينة الخطية، المتباينة الخطية اللي هي عندنا 4x، إذا عندنا 4x، إذا عندنا 4x ناقص 5y، إذا ناقص، إذا عندنا 5y أكبر من أو يساوي قديش عندنا؟ أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا 2، إذا أكبر أو يساوي، إذا طبعا على المستوى، إذا على اللي هو عندنا المستوى الإحداثي، إذا على المستوى الإحداثي. على المستوى اللي هو عندنا الأهداف. هذا عزيز طالب بالنسبة إذا أول حاجة إذا شو بدنا نعمل حكينا الآن، خلينا نرسم قبل ما نمثل بيانين، نحاول نرسم اللي هو عندنا باستخدام المسطرة، نرسم أول شيء محاور تقريبية يعني عشان ما ناخذ وقت كثير. إذا هذا عندنا نقول نرسم أول شيء محور اللي هو بيسموه محور السينات، والآن عندنا هذا محور اللي هو عندنا السينات، وهاي عندنا نجزء إذا هذا إذا عزيزي الطالب إذا محور السينات مشان نعين عليه النقاط أو نعين الأرقام اللي هو من سالب مثلا عندنا حسب الشيء اللي بنحتاجه، حسب اللي هو الأعداد اللي ممكن نحتاجها. أنا بعد ذلك أرسم كمان محور اللي هو عندنا محور الصادات.
وبنفس الطريقة إذا عزيز الطارد الجزء مثلا هون عندنا هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة إلى آخره، وبعدين هاي سالب واحد هاي سالب اثنين هاي سالب سالب ثلاثة هاي سالب أربعة هاي سالب خمسة هاي سالب ستة هاي سالب سبعة سالب ثمانية. الآن هاي بتكون عندنا إذا واحد إذا هاي عندنا واحد، وبعدين هاي اثنين وهذه ثلاثة وهذه إذا عندنا أربعة وهذه عندنا خمسة وستة وسبعة يكفي الآن. هاي كمان عندنا واحد، وبعدين هنا اثنين هاي ثلاثة هذه أربعة هذه خمسة هذه ستة هاي عندي سالب واحد هذه سالب اثنين سالب إذا عندنا ثلاثة سالب أربعة سالب اللي هو عندنا خمسة هون نفس العملية، إذا عندنا سالب واحد بعدين سالب إذا عندنا اثنين سالب ثلاثة إذا سالب إذا عندنا أربعة إلى آخره. هلا الآن قلنا أول خطوة إذا عزيز الطالب شو بدي أعمل؟ بحول إذا حكينا المتباينة إلى مساواة، بحول المتباينة إلى مساواة، يعني بصير إذا عندنا هنا إذا هاي الحل بكتب المعادلة اللي هي عبارة عن 4x، إذا هاي عندنا 4x ناقص اللي هي عندنا 5 اللي هي عندنا y، إذا 5y إذا 5y إذا يساوي قديش هون عندنا؟ يساوي اللي هو عندنا 2. هلا عزيزي الطالب شو بدنا نعمل الآن؟ قلنا نعمل جدول بسيط الآن، نعمل جدول بسيط، ويفضل يفضل ايش ان الآن يكون عندي؟ يفضل يفضل ان الآن آخذ نقاط التقاطع مع محور السينات ومع محور الصادات. يعني تقريبا الآن بقدر أرسم بهذا الشكل، إذا قلنا هاي عبارة عن إكس وهذه عبارة عن إيه اللي هي عندنا واي. هلا الآن لو اخترنا إذا قلنا نختار مثلا إكس تساوي مثلا إكس تساوي صفر إكس تساوي زيرو أو صفر، وبنختار كمان واي تساوي صفر، وبعوض الآن هنا عندنا الآن إذا عندنا إذا كانت إكس إذا كانت إكس تساوي زيرو إكس تساوي زيرو بدي أستنتج قديش قيمة واي، واي إذا هي عندنا كم تساوي؟ بعوض الآن إذا 4 ضرب صفر هاي 4 إذا ضرب اللي هو عندنا صفر 4 ضرب صفر، وبعدين إذا عندنا ناقص إذا عندنا 5 واي إذا تساوي اللي هو عندنا 2. هلا 4 في 0 0 يعني بصير عندنا هون سالب إذا 5 إذا واي إذا عزيز الطالب تساوي اللي هو عندنا 2، يعني بمعنى إنه واي تساوي سالب إذا نقسم الطرفين على سالب 5 هنا على سالب 5 وهنا على سالب اللي هو عندنا سالب إذا 5، إذا واي تساوي اللي هي سالب 2 على 5 سالب 2 على 5. اوكي الان عشان السهولة لو ضربت هذه اذا عزيز الطالب باثنين وهذه كمان باثنين يعني ويساوي تقريبا سالب اذا اربعة اذا سالب اربعة على عشرة يعني وتساوي سالب اللي هي اربعة بالعشرة اذا سالب ايش هون عندنا سالب اربعة بالعشرة. طبعا عزيز الطالب تقدر تختار اي قيمتين، يعني الان تقدر تختار اي قيمتين اذا طلع كسور، مش شرط اللي هو عندنا يعني يفضل انه اوجد نقاط التقاطع مع محور السينات ومحور الصادات، ولكن بامكانك تاخذ اي تختار اي قيمتين ممكن يطلع عندنا عدد اللي هو عندنا عدد صحيح. انا الان بختار اللي هو عندنا قيمه اذا قيمه اكس هون اذا قيمه اللي هو عندنا واي طلعت عفوا اللي هي سالب اللي هو عندنا 4 بالعشره، اذا سالب اللي هي عندنا 4 بالعشره. هلا الان إذا كانت y تساوي صفر، إذا هاي عندنا y تساوي صفر بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب بدي أشوف قديش قيمة x، إذا قيمة x قديش تساوي أو كم تساوي.
نعوض الآن عندنا محل واي، يعني صار عندنا هون 4x، هاي 4x، إذا عندنا 4x ناقص اللي هو عندنا 5 مضروبة في صفر، مضروبة في صفر، إذا كل هذا يساوي اللي هو عندنا 2، يعني بمعنى إنه 4x تساوي اللي هي عندنا 2، لأنه 5 في صفر صفر، و4x ناقص صفر 4x تساوي اللي هو عزيز الطالب تساوي 2. إذا بقسم كمان هنا على 4 وبقسم هنا على 4، إذا بده يعطيني إذا هنا قيمة x يتضمن ذلك، إذا x تساوي قديش هون عندي؟ تساوي اللي هي عندنا 2 على 4، وبختصر يعني تساوي 1 على 2. 1 على 2 اللي هي نفسها عبارة عن قديش هون عندنا عزيز الطالب؟ اللي هي 0 5، اللي هي عبارة عن 5 بالعشرة، إذا 5 بالعشرة. إذا كمان طلع هون عندنا إذا قيمة y اللي هي عبارة عن 5، إذا 5 بالعشرة اللي هي نص. وبعدين شو بعمل الآن؟ بمثل الآن إذا عزيز الطالب إذا على خط الأعداد، إذا عندنا 0 وسالب 4 بالعشرة، إذا هذه 0 وسالب 4 بالعشرة، يعني هون خلينا نقول لك سالب 5 بالعشرة، يعني تقريبا، يعني خلينا نحكي هون أوكي، هاي النقطة اللي هي عندنا النقطة الأولى، إذا هيك نكون مثلنا النقطة الأولى، والنقطة الثانية 0 و5 اللي هي عندنا عفوا سالب، إذا عندنا 5 بالعشرة وصفر، إذا 5 بالعشرة وصفر، يعني هاي برضه كمان هون جاي تقريبا، يعني جاي بين النص بالضبط، إذا بهذه الصورة. وبعدين شو بنعمل؟ بنجيب المسطرة، إذا عايز الطالب وبنوصل بين النقطتين اللي مثلناهم على خط اللي هو عندنا الأعداد. وبعدين نرسم اللي هو عندنا المستقيم الحدودي، المستقيم اللي هو عندنا الحدودي، إذا بهذه الصورة. هذا إذا عندنا المستقيم اللي رسمناه إذا عزيز الطالب. هذه الشيء. هل الآن عندنا طبعا هذا إذا شو حكينا؟ شو بنسميه إذا هذا المستقيم؟ اللي هو عندنا المستقيم الحدودي، إذا شو بنسميه؟ المستقيم إذا هذا الحدودي، لأنه قلنا بفصل بين منطقة الحلول ومنطقة المنطقة كمان اللي ما بتمثل منطقة الحل. الآن خلينا نختار، خلينا نحكي مثلا نقطة تقع اللي هو على فوق المستقيم، مثلا ممكن نختار مثلا 0 و1، 0 و2، 0 و3 إلى آخره. إذا مثلا خلينا نختار مثلا 0 و1، هاي نقطة نختبرها وين الآن؟ طبعا هي ترشدنا إذا وين منطقة الحل. إذا لو اخترنا إذا عزيز الطالب النقطة 0، إيش هون عندي؟ 0 وكمان النقطة 0 و1، الآن بنعوضها في المتباينة، إذا صارت هنا إذا قيمة إكس تساوي 0، إكس تساوي 0، والواي كمان شو تساوي؟ إذا واي تساوي اللي هي عندنا 1، وبنضرب الآن 4 في إكس، إذا عندنا 4، إذا ضرب 0، هاي 4 ضرب 0، ناقص اللي هو عندنا 5 مضروبة في إيش هون عندنا؟ في واي اللي هي واي قديش تساوي؟ اللي هي 1، هاي 5 ضرب 1، هل هي أكبر من أو يساوي أكبر؟ هل هي أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا 2؟ 4 في 0 0، سالب 5 في 1 اللي هي سالب 5، هل سالب 5؟ إذا بنلاحظ إذا عندنا هنا سالب 5 عزيز الطالب، إذا سالب 5، إذا سالب 5، إذا ليست أكبر من إيش هون عندنا؟ ليست أكبر من، إذا ليست أكبر من اللي هو عندنا 1. إذا ليست أكبر عفوا من 2، ليست أكبر من 2، كيف بدنا إذا نكتب بهذا الشكل؟ إذا ليست، إذا عندنا أكبر من
في هذه الصورة، وبالتالي إذا المنطقة الأعلى ما بتمثل منطقة الحل. إذا وين بتكون منطقة الحل إذا عزيز الطالب؟ اللي هي عندنا بتكون تقع تحت إذا هذا المستقيم، يعني بهذه الصورة بنمثله بهذه منطقة الحلول الممكنة، منطقة الحلول إذا عندنا الممكنة عزيز الطالب. هيك بكون ضللنا إذا منطقة اللي هو عندنا الحلول إذا عندنا الممكنة. هلا الآن هل المستقيم الآن شوف لاحظ في عندنا عزيز الطالب هنا في عندنا مساواة، ما دام في مساواة إذا بده يكون المستقيم نفسه كمان من ضمن منطقة الحل، وبالتالي ما بنرسمه خط متقطع بظل خط متصل. إذا شو بيكون عندنا ظل أو ببقى اللي هو عندنا على شكل اللي هو عندنا خط اللي هو عندنا متصل. هذا عزيز الطالب بالنسبة للي هو عندنا بالنسبة اللي هو عندنا الجزء الثاني، بالنسبة للجزء الثاني لفكرة اللي هو عندنا الدرس. الآن أخذنا بالفكرة الأولى إن كان عندنا زوج مرتب، كنا إذا نفحص إذا هذا الزوج هل بيمثل هل ينتمي إلى مجموعة الحل أم لا. واليوم بحمد الله تعلمنا كيف بدنا نمثل بيانيا اللي هي منطقة الحلول، نجد منطقة الحلول الممكنة إذا للمتباينة الخطية بمتغيرين. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.